السلام عليكم. لا شك أنك صادفت من قبل هذا المجسم ولاحظت أنه يرتبط بمجال العدالة، وتساءلت عن مدلوله وعن سبب ربطه بالعدالة. هذا الفيديو سيجيبك عن هذه الأسئلة وغيرها. المرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. تمثل العدالة بالإلهة اليونانية ثيميس، الزوجة الأولى لزيوس. فقد مثلت العدالة الإلهية للقانون، وشكلت رمزاً خالداً للعدل والقانون، إذ تجسد الدوام والحياد. وغالباً ما يتم تمثيل الإلهة ثيميس بالميزان والسيف والعصابة على العينين، وهي رموز مختلفة للعدالة. رمز الميزان: غالباً ما تصور العدالة وهي تحمل ميزاناً في يدها اليسرى تزن فيه قوى الدعم والمعارضة في قضية ما. إنه تراث ديني يمثل الحكم النهائي والتوازن والوئام والنظام والإنصاف، وهذا يعني أن سلطة الحكم تتمثل في فحص وموازنة حجج الأطراف المختلفة من أجل تحقيق العدالة. ويرافق هذا الرمز سيف العدل وعصابة العينين. إن حقيقة أنها متوازنة تذكر بالحياد الضروري للعدالة، فيجب ألا تميل لصالح أي طرف من الطرفين. إنه رمز غير عنيف، يدعو إلى السلام الاجتماعي ويحاول التوفيق بين المصالح المتنافسة. رمز السيف: يعود أصل سيف العدل إلى الأساطير اليونانية، حيث أنه سمة من سمات نيميسيس، إلهة الانتقام. إنه يمثل الجانب القمعي للعدالة وإنفاذ الأحكام، وبالفعل فبدون القوة لتنفيذ قراراتها يصبح التوازن عديم الفائدة. السيف يجعل من الممكن تسوية الخلافات والمعاقبة. هذا هو الرمز الذي أعطى تعبير الجناح العسكري للعدالة في تحديد وسائل تنفيذ قرارات المحاكم. ويشكل السيف إحدى السمات الرمزية لاحتكار العنف الجسدي المشروع الذي يميز الدولة ذات السيادة. يعتبر الحكم قبل كل شيء قراراً نهائياً واجب النفاذ، يعمل على تسوية النزاع بين المصالح المتباينة بشكل نهائي. رمز عصابة العينين: العصابة تغطي أعين الإلهة ثيميس، وتعصيب العينين هو تمثيل واضح لنزاهة العدالة. يجب على المرء أن يقيم العدل بموضوعية دون محاباة ولا خوف ولا تحيز، بغض النظر عن هوية الأطراف ونفوذهم وسلطتهم. وهذا ما أعطى العبارة المشهورة العدل أعمى. وبالتالي من الناحية المجازية لا يمكنها معرفة الجانب الذي تميل فيه المقاييس، ولا تعرف في أي اتجاه يقطع السيف. هذا الحياد يعطي العدالة جانباً ميكانيكياً بارداً. ومع ذلك فإن هذا الحياد يخفف من خلال مفهوم الإنصاف. وبالفعل فإن مبدأ الإنصاف يجعل من الممكن إزالة العصابة عن العدالة مؤقتاً حتى تتمكن من النظر بشكل كامل إلى الأشخاص الذين توجه إليهم قواعد القانون، وبالتالي تجعل العدالة أقل انفصالاً عن حقائق المجتمع. وأنت، هل لديك تفسيرات أخرى لهذه الرموز؟
شكراً لانتباهكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.